السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وصلاة وسلاما دائمين طيبين على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، برعاية السيد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والسيد الأستاذ سليمان بخيت وكيل المديرية، والسيد الأستاذ ماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذة ناهد حسن عبد الله مدير مركز التطوير التكنولوجي بسوهاج، والأستاذ طارق أحمد علي منسق عام برامج مايكروسوفت. تنطلق اليوم رابع فعاليات التدريب على التصميم الجرافيكي باستخدام الذكاء الاصطناعي مع نخبة من المدربين يصحبكم فيها الأستاذ مصطفى سلام، والأستاذ أدري المنشاوي، والأستاذة نهى منسي، والأستاذ أحمد إبراهيم خضير. لنستمتع بمحاضرة شيقة اليوم مع المدربة المتألقة أستاذة سلوى أحمد علي، سائلين المولى عز وجل لكم الفائدة ولمدربتنا التوفيق والسداد. اتفضلي أستاذة سلوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم تلامذتي وزملائي الأعزاء، وسعيدة بوجودي معكم اليوم لليوم الرابع بعون الله. معكم سلوى أحمد علي، عضو فريق أوفيس 365 سوهاج. إن شاء الله النهاردة يومنا الرابع، هنكمل مع بعض التطبيق بتاعنا التصميم الجرافيكي بالذكاء الاصطناعي. كان معنا الأيام اللي فاتت الأستاذ نهى والأستاذ أدري والأستاذ مصطفى، بدأوا يتكلموا عن التطبيق وشرحوا لنا التطبيق بتاعنا AI Graphic Design Using Microsoft Designer. احنا بنتكلم اليومين بتاعنا دول على المايكروسوفت ديزاينر، تطبيق من تطبيقات مايكروسوفت، وعرفنا ازاي ندخل التطبيق وتعرفنا عليه وتعرفنا على اغلب التبات الموجودة فيه. طيب يا ترى حضرتك هتزودي ايه النهاردة وهتدينا ايه النهاردة علشان نقدر نستفاد بباقي التطبيق؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة، اداة جديدة ظهرت في المايكروسوفت ديزاينر اثناء التحديثات الاخيره اسمها ستيكر كرييتور. طيب وهندخل بقى بعد كده على الديزاين كرييتور نكمل بقيه الديزاين بتاعنا. عايزه النهارده اتكلم عن حاجه جديده او معلومات ممكن تفيدنا اثناء استخدامنا للتطبيق. احنا اي تطبيق من التطبيقات اللي بندخلها كجرافيك ديزاين بنحب نتعلم يعني ايه جرافيك ديزاين وازاي نستفاد منه في التصميمات بتاعتنا. طيب تعالوا النهارده ناخد جزء بسيط كده، يعني ايه التصميم الجرافيكي وايه انواعه؟ انا عايز اعمل تصميم جرافيكي، طيب يعني ايه تصميم جرافيكي؟ طب ايه الانواع بتاعته؟ ازاي اصمم التصميم الجرافيكي ده؟ طيب هل التصميم الجرافيكي اللي انا بانشئه او انا بصممه ليه عناصر لازم اعمل العناصر دي او امشي على المكونات دي علشان فعلا يطلع التصميم بتاعي بيرفكت وسليم؟ هنتكلم عن الحاجتين دول النهارده وندخل في الجزء العملي بتاعنا ونشوف التاسك الرابع بتاع اليوم بعون الله. طيب تعالوا مع بعض نشوف اول حاجه معانا يعني ايه التصميم الجرافيكي. انا طلبت اني اصمم بوستر او اصمم بروشور، ايه الغرض من الحاجات اللي انا بصممها دي؟ انشاء شيء مرئي بوصل بيه فكره او رساله للجمهور او من التاجر للمستهدف. انا دلوقتي مطلوب مني ان انا اعمل بوستر دعائي عن مطعم. طيب ايه الغرض من ان انا اعمل بوستر دعائي عن المطعم ده؟ ان انا اوصل للجمهور قدامي ان المطعم ده في حاجة مميزة مش موجودة في المطاعم التانية. أنا كصاحب مطعم بقدم لك خدمة وقدم لك أكل وقدم لك أصناف معينة مش موجودة، بقدمها إزاي بطريقة حلوة وجذابة وتجذبك أنت ليا؟ إن أنا بصمم لك بوستر دعائي عن المطعم بتاعي أو عن المحل بتاعي، بيخلي أي زبون معدي يدخل يشوف أو يجرب الحاجات اللي أنا بعلن عنها.
طيب انا كجرافيك ديزاينر لازم افهم الفكره دي، يا ترى انت كصاحب المحل عايز توصل للجمهور ايه علشان اصمم لك التصميم الجرافيكي ده. فده بالتالي انا فهمت يعني ايه تصميم جرافيكي، يعني حاجه فكره مرئيه بحاول اوصلها للجمهور عن طريق رسمه او رسومات او حاجات معينه بتوصل للقدامي او للناس اللي قدامي او للجمهور عامه محتوى الفكره بتاعت التصميم بتاعي. طيب يا ترى ايه انواع التصميم الجرافيكي؟ طب ما هي كل حاجه ليها انواع. طبعا التصميم الجرافيكي ليه انواع، تصميم اعلان زي البوستر اللي كنا بنتكلم عنه، عايز اعمل بوستر عن دعايه واعلان. طيب ايه تاني؟ واجهات الموقع الالكترونيه بتتصمم تصميم جرافيكي. البدايات دي او الواجهات دي بتبقى لها تصميمات بالفوتوشوب او ببرامج شبيهه ليها علشان انفذها في الموقع بتاعي، يبقى انا برضو بحتاج التصميم الجرافيكي في اثناء تصميم واجهات مواقع الكترونيه. تصميم التعبئه والتغلفه، العبوات، اشكال العبوات سواء ادويه، علاجات، بوكيت، كانز، الحاجات دي تغلفه وتعبئه برضو ليها شكل من اشكال التصميم الجرافيكي. الموشن جرافيك نفسه تصميم من التصميمات الجرافيكية المتحركة، ان انا برسم شخصية ببرنامج جرافيكي زي ما بنستخدمها في الإلستريتور او في الفوتوشوب واعمل له حركة معينة يتحول لتصميم جرافيكي متحرك. انا كده وصلت معلومة باستخدام الموشن او باستخدام الحركة بتاعت الشخصية بتاعتي. تصميم المطبعات، البروشور، البوستر، دي مش تصميمات، تصميمات جرافيك بتوصل بيها اعلان او بتوصل بيها حاجة للمستهدف. التصميم البيئي او التوعوي، لما الاقي منشور عن البيئة او حاجة لا تستهلك الكثير من الماء، التدخين ممنوع، الحاجات التوعوية دي برضو نوع من انواع التصاميم الجرافيكية. طيب انا سواء اي تصميم بستخدمه او اي برنامج بنشئ بيه تصميم، انا كده اسمي جرافيك ديزاينر، بحاول ابقى مصمم، لازم اعرف انواع الكورس او الحاجات اللي انا بنشئها او البروجيكتس اللي انا بنشئها، التصميمات اللي انا بعملها. تصميم كارت احترافي، ابقى لازم اعرف مكونات الكارت ايه وازاي استخدم مقاساته وابقى عارف انا بستخدمه ليه بالظبط. تصميم فلاير، تصميم بروشور، تصميم بانر، تصميم اعلانات، كل هذه انواع من الانواع الجرافيك اللي اتكلمنا عنها. تصميم للسوشيال ميديا، هنلاقي حتى في كل تطبيق من التطبيقات اللي بندخلها للديزاين بنلاقي ايه، مديني مقاسات لكل حاجه هنشر عليها، الفيس لمقاس، تويتر لمقاس، اي حاجه انت عايز تنشر عليها في الميديا او حتى صوره او بوستر بيبقى لها مقاس معين في اي تطبيق بتدخل تعمل عليه اي تصميم. عناصر التصميم الجرافيكي، احنا امبارح مستر ادري اتكلم عن الالوان ودرجه الالوان وتناسق الالوان، ليه؟ لانها اول حاجه بتلفت انتباه اي حد للبوستر بتاعي، لازم يبقى عندي خلفيه بالالوان، درجات الالوان، تناسق الالوان اللي اتكلمنا عنها امبارح، اول خطوه من عناصر التصميم الجرافيكي ابقى عندي خلفيه من الالوان. وده طبعا قلنا باستخدام ايه، التغذيه البصريه، بص كتير، اتفرج كتير، ادمج الوان كتير، اتخيل الالوان كتير، كثره ما بتتفرج وتحاول تصمم وتقرب الالوان وتقرب عجله الالوان زي ما كانت ماشيه معانا امبارح، هتلاقي عينيك أخدت الذاكرة بالألوان دي وإزاي تتقرب من بعضها. عندي النصوص، التكست اللي بكتبها على البروجكت بتاعي أيا كان هو إيه، لازم يبقى له شكل معين، نمط معين، يبقى بحجم معين، ما بعملش أي حاجة في البوستر بتاعي يا جماعة أو في أي بروجكت بنشئه عشوائي. لازم لما أدخل عايز أعمل كارد، عايز أعمل بوستر، أبقى عارفة حدوده وأبعاده وشكله ومواصفاته والعناصر بتاعته. النقطة،
النقطة على العنصر بتاعي بتفرق، بحس إن النقطة ليها مكان وليها وضع، الخطوط بأشكالها وألوانها وحدتها بتميز الشكل والبوستر بتاعي، الأشكال أو الشيبس اللي بستخدمها جوه المكون أو البروجكت بتاعي، الملمس، الملمس ده بتلمسه بعينك مش بإيديك. لما ألاقي البوستر بتاعي حاجة طالعة روعة في الدقة والإنشاء، بحس نفسي همسك بإيدي البروجكت بتاعي. لما أحس كده إن أنا فعلا أتقنته بحس له ملمس، ده حاجة ملموسة مش بتتحس. الفراغ، يمكن اتكلمنا لو حد حضر معانا محاضرات قبل كده في الفوتوشوب، إن في حاجة اسمها الفراغ، الوحدة والفراغ، تناسب مع الشكل. ما سيبش مساحة كبيرة واكتب واحط الصورة في مكان واحد، لا في توزيع للصورة، في حاجة اسمها الفراغ. الكتلة والفراغ لازم يبقى في بينهم تناسق. الحجم، الحجم في ايه بالظبط يا مس؟ هقول لك الحجم في كل حاجة، الحجم في الخط، الحجم في الصورة، الحجم في اللون، الحجم في الخطوط، كل حاجة بتنشئها بيبقى لها مغزى وشكل معين. عايز اوصل لك ايه بقى من الكلام ده كله؟ ما دام انا بدات ادخل وانشئ واصمم وعايز ابقى محترف، يبقى لازم اتقن انا بعمل ايه. يبقى انا عارف يعني ايه جرافيك ديزاين، عارف انا بعمل ايه، انواعه ايه، التصاميم دي عناصرها ايه، علشان فعلا ابقى متقن الحاجه اللي انا بنشئها. سواء البرنامج ده كان فوتوشوب او برنامج باستخدام الذكاء الاصطناعي، تذكر بالالوان دي وازاي تتقرب من بعضها. نفسي همسك بايدي البروجكت وعايز ابقى محترف، يبقى لازم اتقن انا بعمل ايه. يبقى انا عارف يعني ايه جرافيك ديزاين، عارف انا بعمل ايه، انواعه ايه، التصاميم دي عناصرها ايه، علشان فعلا ابقى متقن الحاجه اللي انا بنشئها. سواء البرنامج ده كان فوتوشوب أو برنامج باستخدام الذكاء الاصطناعي، حتى الذكاء الاصطناعي بيستلهم أفكاره منك، مش أنت اللي هتسيب الذكاء الاصطناعي يختار لي الألوان، لا ده أنا بختار مع الألوان اللي تناسب، عمر ما دماغه هتوصل لدماغنا. ندخل دلوقتي بقى إن شاء الله على التطبيق بتاعنا ونكمل مع بعض ونشوف. طبعا كلنا عرفنا ندخل التطبيق ازاي، واتكلمنا طبعا مع الاستاذه نهى والاستاذ ادري والاستاذ مصطفى عن جزئيات كتيره جوه التطبيق. التطبيق كله بيعتمد على فكره ان هو منشئ صور ومديلك البرومبت بتاعها او الوصف بتاعها، وانت تعدل عليها زي ما انت عايز. دي الفكره العامه بتاعت التطبيق، ان انا مديلك صوره، انت تشوف الصورة القريبة من خيالك او اللي انت عايز زيها، تعدل عليها ويديك الخيارات اللي انت عايزها. واتكلمنا مع الزملاء عن البرومبت وازاي اعدل فيه واظبط الصورة اللي انا عايزاها، وازاي كمان انا اديله الوصف بتاع الصورة اللي في مخيلتي هو يجيبها لي واختار من كذا شكل. احنا الاداة الجديدة اللي هنتكلم عنها النهاردة اللي لسه نازله في التحديث الجديد، اللي هي ستيكر كرييتور. أداة جميلة من الأدوات بتاعة مايكروسوفت ديزاينر، كالعادة بيبهرنا بالحاجات الجميلة والجديدة اللي دايما بتنزل. طيب أنا هنا شايفة إيه؟ شايفة عبارة عن ستيكرات، ستيكرز، كل واحد ليه وصفه، البرومبت بتاعه اهو زي ما عملنا قبل كده. الشخصية دي كرتون، بنت، ولد، عايز هتبقى ايه، عايز تعملها جنريت وتعدل عليها وتجيلك شكل تاني بنفس المواصفات تختاره، اوكي. عايز انت تدي صفة من عندك زي ما خدنا قبل كده مع الزملاء، تكتب المواصفات اللي انت عايزها وتعدل عليها، دي كمان حاجة جميلة، ودي من مميزات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الحالية. ايه؟ اديتني افكار تانية جديدة.
طيب ايه الجمال بقى في الأداة دي؟ شايفين يا جماعة؟ منزل لي صورة جميلة للوصف اللي أنا اخترته أو اللي أنا اخترت أتعمل عليه تاني جنريت، وبيقول لي هنا إيه؟ عايز تعمل جنريت تاني وتختار شكل تاني ولا تختار لك واحدة من دول؟ شايفين هنا الصور هنا نظام بينج، يعني إيه؟ تتحمل على طول من غير خلفية، دي حاجة جميلة كستيكر من اسمها، ده ستيكر. مديك هنا البرومبت بتاعها، ادي الوصف بتاع البنت، الوصف بتاع الستيكر نفسه. ودخلت هنا لقيت الصورتين اللي كانوا عندي في الستيكر بتاعي الاول اللي انا اخترت اعمل عليه تعديل. مديني هنا ايه بقى؟ بيقول لك عايز تعمل لها كوبي او تعمل لها داونلود وتحملها. ودي طبعا هتفيدك لو كنت عايز تعمل شكل بوستر جميل وتضيف فيه ستيكرز من الاستيكرات الحلوه دي. وفي امكانيات جميله في الاستيكر ده، الاداه دي جميله وامكانياتها حلوه. طيب تعال نرجع كده تاني وندخل نفس الاداه. طيب انا في دماغي حاجه مثلا عايزه اكتبها، زي ما قلنا اوصف، عايزه مثلا اقول له ايه؟ جنريت. انا بدي مثال، كتبت الوصف وعايزاه يبحث لي عن صوره مثلا قطه بيضه. كالعاده بيبحث ويجيب لك اقرب مواصفات للصوره اللي انت عايزها. لا ده انا كمان عايزه ايه؟ ممكن اقول انا عايزه القطه يكون عينيها لونها اخضر او ازرق، عايزاها ببيونه، عايزاها لابسه كذا، عايزه لونها كذا. انت ممكن تحدد كل حاجه وتسيب بقى التطبيق هو ايه معاك. عجبتني الصوره اوكي، لا مش عجبتني، انا مش عايزه الشكل ده، عايزه حاجه تاني ايه قريبه، اعمل جينيريت. ادوات الذكاء الاصطناعي جميله وسريعه، بس برضو مش عايزة أحط في دماغي إن هو اللي هيملى عليا الألوان والأشكال والتصنيفة اللي أنا عايزة أعملها، ده لازم يعني، هو بيديني اقتراحات ويساعدني فيها. عجبني أي شكل من الأشكال مثلا هاخدها وأعمل لها داونلود. ممكن أدي وصف تاني لو ما عجبتنيش، ده أنا ممكن أختار وصف تاني ليها، ممكن أرجع لأي صورة كانت عجباني. أهو عايز أقول له قطة بيضة وعينها مثلا عيونها خضرة، كويس؟ with green eyes. واقول له ايه؟ جنريت. زي ما شفته امبارح مع الاستاذ ادري، كل ما تديله وصف بيجيب لك الاقرب للوصف بتاعك، كل ما تديله وصف بيقرب لك الصوره اللي في خيالك. الاستيكرز ده حلوه في ايه؟ بيديني بعض الاستيكرات اللي ممكن استخدمها في البوسترز فقط كبوستر. عايز اعمل بوستر حيوانات، عايز اعمل بوستر اطفال، بوستر كرتون، ممكن اخد صور من الصور اللي هديني دي واخدها معايا. ادي مثلا صوره زي دي عجبتني واقول له ايه؟ داونلود. وطبعا اتاكد انها نزلت عندي في داونلود. تمام، انها نزلت عندي عشان ممكن احتاجها في اي وقت. طيب تعالوا نكمل. انا دلوقتي خدت صورة من الصور البوسترز دي، اخرها بس اني انا ممكن اخد صورة زي ما انا بوصفها واعمل لها تحميل، وبعد كده ارجع استخدمها في اي وقت او في اي مكان زي ما انا بعمل على طول. طيب انا ممكن اخد صورة من الصور القديمة واعدل عليها؟ طبعا كل واحدة من دول قابلة للتعديل، أي واحدة من دول. أهو ندي مثال لده سريع، عائلة مكونة من 3 أفراد، هقول لها خليها 4، خليهم 4، الراجل عينيه بني هخليها سودة،
زي ما انت عايز هتعدل. شعره لونه ايه؟ معاهم كلب؟ لا انا هخليها مثلا ايه، قطه. اي وصف انت عايزه هتغيره للسويتر؟ لا هخليه ايه، اي حاجه في دول ممكن اعدل عليها. قول له جنريت. يبقى انا برضو بستفاد من البرومبت في الوصف بتاعي، بعدل عليه ويبقى قابل للتعديل. بالاضافه للخطوه اللي ذكرناها قبل كده الزملاء، انا ممكن اخد البرومبت ده كوبي بيست واحطه على تكست ورقه تكست او وورد واحتفظ بيه في اي وقت قابل للتعديل عندي. وتظهر لي طبعا صورة قريبة من الوصف اللي أنا اخترته. الذكاء الاصطناعي جميل في إنه بيديلك أفكار قريبة من اللي نفسك أنت تعملها، بتوفر وقت، لكن ما تعتمدش عليه في التصميم الكامل لحاجة تخصك. هو التطبيق طبعا بيحمل لأنه بياخد وقت، بالإضافة إلى طبعا التيمز شغال معانا، بيحمل ويديني الصورة بتاعتي. والجميل في البوستر هنا إن الصور هنا بتنزل مفرغة، بتبقى بينج على طول، أحملها على سطح المكتب واستخدمها معايا في أي تصميم من التصميمات. دي حاجة جميلة طبعا، ميزة حلوة، مش بضطر أعمل حذف للخلفية. تمام، أهو حمل. اللي شايفين الصور جميلة إزاي؟ إداني تقريبا حاجة قريبة من الواقع أو من الحاجة اللي أنا اخترتها. والجميل بقى زي ما قلنا إن الخلفيات بتبقى متشالة خالص، وبينزل البوستر ده كأنه إيه؟ مفيش أي حاجة وراه. وبعمل له داونلود واستخدمه زي ما انا عايزه في البوسترز بتاعي. طيب تعالوا كده نرجع مع بعض، يا ريت نجرب الاداه الجميله دي وندخل النهارده نعمل عليها حاجات حلوه جديده بافكارنا احنا. طيب تعالوا النهارده ندخل على حاجه تاني دخلناها قبل كده بس نشتغل فيها شويه ونحاول نظبط فيها. هندخل على الديزاين كرياتور. في البداية دخلت الأستاذة نهى معانا أول تاني يوم وشرحت لنا جزء فيه. الديزاين كرياتور هنا بيديني زي ما انتم شايفين كده الأشكال الجميلة دي والتصميمات الجاهزة، بيقول لي أدي فيه تصميمات جميلة عندك، عايز تختار أشكال منها وتستخدمها ما فيش أي مشكلة، اختار الشكل اللي انت عايزه. طيب تعالوا نختار أي شكل، مثلا ده بيديني الوصف بتاعه، أنا هقول له جنريت علشان يديني شكل تاني من الأشكال دي بنفس الوصف بس يديني شكل تاني. التطبيق بيحمل جامد، هو كده بيحمل كتير فنستنى عليه. التطبيق بتاعنا فيه أدوات كتيرة لسه بتتحدث ومنتظرين إنها تفتح، البراند كيت وحاجات تاني كتير هتتحدث وتنزل بالصيغة الأحلى. احنا دلوقتي عرفنا التطبيق، عايزين على طول نبقى شغالين عليه علشان لو في اي جديد نبقى متابعين معاه على طول ونشوف ايه الجديد. الفكره واحده بس، بتنزل افكار جديده بطريقه الاستخدام، مره بوستر، مره بوست، مره كرييت، زي ما انت شايف كده في التابات الجديده اللي بتنزل. طيب بيقول لي ادي الاشكال اللي نزلت، لو عايز تختار منها اي صوره. تمام، أنا ممكن أختار صورة مثلا زي دي،
ولاحظوا ان في صور هنا متحركه، واقول له كاستمايز ديزاين. تمام، يبقى انا اخترت كده ديزاين من الديزاينات الجاهزه وعملت لها كاستمايز علشان اعمل تعديل عليها واختار شكل يناسبني. حتى لما اخترت الشكل بيجيب لي هنا برضو، شايفين بيديني ايدياز، افكار. طب ايه رايك تختار ده؟ طب ايه رايك تختار ده؟ هو نفسه بيقول لك ايه رايك تختار الشكل ده ولا الشكل ده، بيقترح عليك افكار تانية جديده وانت تختار الشكل اللي ممكن تحسه مناسبك. طيب انا عندي صور زي ما اتكلمنا قبل كده، عايزه اغير الصوره دي، عايزه اغير الصوره دي، عايزه اشيلها، احذفها، اعمل لها ديليت، وهعمل دي ديليت، وعايزه صوره واحده بس. في كل حركة بمشيها في التصميم بلاقي الايدياز بتجيني كتير، كل ما امشي خطوة يديني افكار اكتر. تمام، طيب تعالوا بقى نشوف الصورة، حابب تغير الصورة دي بايه؟ احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت قلنا في اكتر من حاجة تغير بيها الصورة، دي اعدادات الصورة. طيب تعالوا نشوفوا الاول، انا لو ضغطت هنا على التمبلتس بتجيني تامبلتس جاهزة، حاجات جاهزة، بيقول لي ممكن تختار أي واحدة منهم من دول وتحطها كخلفية عندك. طيب لا أنا ما عجبتنيش حاجة من دول واكتفيت بالخلفية بتاعتي، مفيش أي مشاكل. طيب حابب تجيب صورة من عندك من على سطح المكتب أو صورة جاهزة كنت منزلها، أقول له أوكي أنا عايز أجيب صورة من عندي أهي، صورة ستيكر كنت منزلاها وشلتها عشان استخدمها في أي تصميم من التصميمات بتاعتي. طيب تمام، إيه تاني بقى؟ تعالوا نضغط على حاجة جميلة عندي هنا اسمها البراند كيت، دي أداة لوحدها كانت موجودة من بره بس حاليا بتتحدث ومنتظرين التحديث بتاعها. أداة جميلة وحلوة، وفعلا اول ما بدانا نشتغل عليها وكنا بنعمل بيها اللوجوز والتصميمات. طيب هي متاحه لي ايه هنا بقى؟ بصوا الاشكال دي كلها عباره عن ايه؟ عارفين لما بدخل الباوربوينت والاقي من فوق تصميمات يقول لي اختار التصميم اللي يناسبك، بيبقى التصميم ده عباره عن ايه؟ الشكل والكتابه، مختار لي تصميم في كل واحد من دول ليه لون وليه طريقة للكتابة، نظام خاص بيه في كل واحد من دول. طيب والألوان دي إيه؟ بقول لك الألوان الموجودة دي هي اللي موجودة في نفس الشريحة اللي أنت هتضغط عليها، يعني أنا ضغطت هنا هتجيني الألوان اللي قدامي اللي أنا ضغطت عليها. سوري أنا هضغط هنا على الخلفية وأقول له أنا عايزة الخلفية دي. طيب لا أنا ما عجبنيش اللون عايز غيره، اضغط تاني هيجيني لون تاني، لا ما عجبنيش اللون اضغط تالت، وهكذا هتلاقي الالوان اتغيرت زي ما انت عايز. طب لو انا ضغطت على الخلفيه من هنا، ده قال لي الباك جراوند انت ممكن تغير اللون زي ما انت عايز اهو، تعالوا كده نجرب اهو، شايفين الالوان الجميله دي؟ لما ضغطت هنا جاتني مجموعه الالوان الحلوه دي للخلفيه، اي خلفيه انت عايزها تضغط عليها هتتكون على طول. تمام، طب لو انا عايز اضيف لون مش موجود عندكم هضغط على علامة الزائد واختار اي لون من هنا، اهي باليتة الالوان كلها اهي، واللون اللي انت عايزه حضرتك تمشي وتختار زي ما انت عايز. تمام، يبقى أنا كده كمان اخترت الألوان بتاعت الخلفية من البراند كيت. طيب واخترتي لي كمان لو ضغطت على الكتابة بتجيني هنا أشكال كتير ممكن أختار منها الشكل اللي أنا عايزه، أي شكل أحسه بيناسب البوستر بتاعي أو الشكل بتاعي البروجكت بتاعي هختاره. عندك ألوان كتير وأشكال كتير كمان من الخطوط. طيب إيه الإمكانيات اللي ممكن أتحكم فيها كمان في الخطوط؟ ببص كده لو طلعنا فوق ده دي لون الخط، ده أنت عايز تغير لون الخط كل حاجة متاحة عندي هنا، تغير زي ما أنت عايز في لون الخط.
طيب ايه تاني؟ نرجع تاني للخط، اللون، ارجع تاني اختار لون مثلا ابيض. طيب ده انا كمان ممكن اكبر واصغر الخط. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ متاح لك تغير وتصغر وتكبر في الخط. طيب يا ترى في تنسيق للخط؟ بصوا كده، الخط ممكن اعمل له تنسيق زي ما بعمل في الوورد او في اي تطبيق من التطبيقات. طيب ممكن احط اندرلاين، ممكن احط كمان خط في النص، وممكن اعمل حركة ايه لو في اكتر من حاجة قدام بعض، يعني في فوق الخط ده صورة كده مثلا، وانا جيت بقى ايه، مرة اخليه قدام، مرة اخليه ورا، مرة ارجعه، ولو في اكتر من حاجة قدام الخط بعمل لها الشكل التاني ده، اني برجعها اكتر من مرة. سنت باكورد. طيب ايه ده بقى كمان؟ ده الخط عندي ليه درجة وضوح. بصوا كده الاوبست بتاع الخط بيمشي ازاي. ده الخط كمان ليه درجة وضوح زي الصورة. هما الاتنين ليهم نفس الامكانيات. الخط اهو تمام. لو عايز اعمل طبعا اعادة لاي حاجة انا عملتها متاح لي ان انا اعملها. ده انا هنا بضيف واغير واكبر في الخط واغير اللون زي ما انا عايز. حطيت الصورة اللي انا عايزاها اللي كنت محتفظة بيها، او الستيكر، الستيكر ده ستيكر من الستيكرز اللي انا نزلته. لقيته مديني كمان الايدياز اللي بتيجي على جنب في كل خطوة انا بعملها، بيقول لي ايه رأيك في الاشكال دي، تختار ايه منها، ده ولا ده ولا ده. الأفكار كتيرة قوي عند الذكاء الاصطناعي، بس برضو انت بتدي التاتش بتاعك بانك بتعدل في الصورة، ما بتعتمدش على كل حاجة هو بيديها لك كذكاء اصطناعي. انا يكون عجبني الشكل ده بس انا عايز اغير مكان ده واغير مكان ده واعمل التركيبة اللي انا عايزاها واغير الخط واغير الالوان، وفي نفس الوقت انا استفدت بشكل الديزاين اللي هو مديهوني. ادي حاجة من الحاجات. تمام. طيب البرنت كيت ده جمالها برضو الخلفيات الحلوة اللي احنا شفناها بألوانها بالخطوط، بتديك امكانيات روعة. وانك انت بقى ايه، بيقول لك هنا كرييت، يعني انت صمم، انا بدي الفكرة، انا دخلت القطة دي كصورة، اديني بقى انت كذكاء اصطناعي افكارك على الفكرة اللي انا اديتها لك، فهو بيديني الافكار دي. طب انا ما عجبنيش اللون الاخضر ده، انا ممكن اغير الاخضر. ادي بقى التوتش بتاعك انت كديزاينر وشوف ايه الشكل اللي يناسب اكتر، ما تعتمدش على الذكاء الاصطناعي، ان انت برضو في النهاية اذكى منه، وتحط التوتش بتاعك اللي انت عايز تحطه في الصورة. انا حسيتها كده احلى بالتوتش بتاعي، وازود زي ما انا عايزه وانقص كده. ادي ايه بروجكت انا انشاته بالنسبه لي، كبوستر او ككارد او كدعايه، اي شيء بتنشئه اهو بتصمم عليه اللي انت عايزه وبتديله الوصف اللي انت عايزه. طيب كل ده متاح لك، واول ما ايدك تتعود على الشغل على البرنامج هتحس ان كل دي حاجات بسيطه بالنسبه لك. وطبعا احنا بنوسع ونضيق طبعا بالهاندلز دول، بصرف النظر عن ايه المكتوب، انت بتكتب اللي انت عايزه داخل الخط بتاعك ده. طيب احنا اتكلمنا هنا عن البراند كيت، وقلنا لو عايز استخدم اي لون جديد بضيفه من عندي هنا، واضغط على اي جزء، اي جزء عايز تغير اللون بتاعه. شوفوا انا عايز اغير الجزء ده، هضغط على اللون اهو، اختار اي لون يناسبني واغير اهو. مفيش جزئية عندي ما اعرفش اغير اهو، هغير اللون ده.
يبقى انا حولت الفكره اللي هو ادهاني لتصميم خاص بي انا، انا نفذت التصميم اللي هو اقترحه عليا بطريقتي انا. وطبعا زي ما انت عارف الالوان في الخطوط وفي الاشكال زي ما انت عايز تحطها. طيب تصميم من التصميمات دي انا انشاتها، ممكن اسيفها باسم، يعني انا عايزه البوستر او الكارت ده اكتب عليه اسم عشان اميزه، ممكن يا مس احفظه باسم. انا بعمل داونلود بينزل لي على انه بروجكت نمبر 1 او تاسك 1 او زي ما انت ايه بينزل لك. اتكلمنا عن الداونلود، ان انا بضغط عن الداونلود وانزله بالطريقه او بالصيغه اللي انت عايزها. طيب عايز احفظ البروجكت بتاعي قبل ما انزله او اعمل له داونلود، انا خلاص كده خلصت البروجكت بتاعي وعايز ابعته للشخص اللي طلبه او للمدرس بتاعي او لزميلي او لاي حد. هعمل ايه؟ عايز اسميه الاول. بص يا جماعه، التابه الجميله دي بالسهم ده هضغط عليها. تعالوا نشوفوا ايه اللي ظهر لنا لما ضغطت هنا. بيقول لي عايز تبدأ بروجكت جديد. انا ممكن افتح لك تابة جديدة وانت واقف وتبدأ بروجكت جديد. طيب عايز تشوف الماي ديزاينز بتاعتك، الحاجات اللي انت عملتها قبل كده، التصميمات الخاصة بيك. انا عايز اشوف تصميماتي اللي عملتها قبل كده محفوظة عندك فين. كل ده انا صممته. تمام، ارجعتها كده خلاص عرفت التصميمات بتاعتي وعرفت هجيبها منين. طيب تعالوا بقى نرجع نشوف التصميمات بتاعتي بحتفظ بيها، بيحتفظ لي بيها ولا لا، ولو انشأت تصميم هحفظه ازاي. انشأنا التصميم بتاعنا. تمام، وممكن في اي وقت نعمل اي تصميم، وليكن مثلا التصميم ده هضغط عليه. واعمل له كاستمايز. او اني اعمل له جنريت ويقترح عليا اشكال تانية. الفكرة دلوقتي في ايه؟ انا دلوقتي عايز اصمم اي بروجكت زي ما عملته من شوية. تمام؟ هلاقيه في البروجكت بتاعتي. تمام. طب اي بروجكت انا انشأته عايز اديله اسم. تعالي سريعا كده ندي اي بروجكت هننشئه اسم. او نعمله رينيم. اختار ده مثلا. كاستمايز. اقول له ايه؟ تعالى. الفكرة الجميلة هنا ان في اشكال متحركة وتضغط عليها برضو بعد التعديل بتظهر لك بتتحرك ازاي. طيب تعالوا هنا. الديزاين بتاعي اهو، بس مش حافظاه باسم. ما تيجي نحفظوه باسم عشان اعرف التاسك بتاعي ده او الديزاين بتاعي ده اسمه ايه وصممته امتى. لو ضغطت كده وعملت هنا رينيم، هقف على الخلفيه خالص كده، هقف عليها كلها هنا واضغط واقول له ايه رينيم. اكتب الاسم اللي انا عايزاه، اكتب مثلا سلوى او اسم التاسك ده او ايه او كاتي بوست مثلا. كاتي بوست، خلاص كده انا سميته بالاسم ده. بصوا اسمه بقى ايه؟ كاتي بوست. خلاص حفظ اسمه بالشكل ده. طيب تعالوا نشوف بقيه الحاجات الموجوده في التابة دي ايه. هنا ضغطنا لقينا الديزاينز بتاعتي كلها محتفظ بيها. طيب لو ضغطت على الدبل كيت، بصوا كده معايا، هضغط هنا على الدبل كيت، هيعمل لي دبل كيت لنفس الشكل ده، يعني اتعمل منه شكلين. ودي الفكره الحلوه اللي بنعملها في الكارد. بصوا كده
ادي الشكل ده وادي الشكل ده. الفكره دي بتنفعني في ايه بقى؟ لما انا بقى عايزه اعمل كارت او كارد وايه ليه وش وليه ظهر، فدايما ببقى واخده نفس الشكل بس بغير ايه، ان الوش بيبقى فيه اللوجو بتاعي كبير وواضح، وطبعا بيبقى الاسم كبير، بينما في الظهر بيبقى اللوجو صغير وبقيه البيانات زي التليفون والعنوان والموقع، فبيبقى نفس تقريبا نفس الالوان ونفس الحاجات الموجوده من قدام زي من ورا. ادي اسمي البوست بتاعي، وادي الدبل كيت بتاعه اهو، هما الاثنين اهو، عايز تستخدمه هنا تستخدمه هنا، بصوا بس ده اسمه ايه، كاتي بوست كوبي النسخه الثانيه، وعدل براحتي يعني. انا ممكن اشيل الصوره دي واحط صوره مكانها تاني، اوديها خلفيه ايضاح، العب في درجات الايضاح بتاعتي زي ما عملناها قبل كده. يبقى عندك نسختين، واحده فيهم بتعدل عليها والتانيه قاعده زي ما هي، مفيش اي مشاكل فيها اهو زي ما انت عايز في الصوره بتاعتك، او تغير الصوره هنا غير الصوره هنا وهكذا. طيب ايه تاني بقى غير الدبل كيت؟ عندي ريسايز، تعالوا كده اقف هنا، اطلع بره خالص واقف كده واقول له ايه ريسايز. شوفوا الجمال والامكانيه في الريسايز. احنا قلنا في اي تطبيق من التطبيقات الديزاين اللي بستخدمها للديزاين، بيبقى عندي فيسبوك، بيبقى عندي انستجرام، بيبقى عندي تويتر، بيبقى عندي وسائل اعلام، وكل واحد فيهم ليه حجم في الميديا بتاعته اثناء النشر. بصوا كده في البوستر ده بيديني المقاسات بتاعت المقاسات المشهوره في الميديا اللي بستخدمها كتير. بصوا كده بيقول لي عندك المقاس ده، ويديني شكله، عندك المقاس ده، عندك المقاس ده، عندك المقاس ده، واي شكل انت تختاره ممكن تعمل له ايه ريسايز وتغير الشكل اهو. بيقول لك بص لما شكله هيبقى بالطول ايه، بيدي لك خيارات قبل ما يدي لك الريسايز بتاعه، بيقول لك بص هو لو بقى بالطول هيبقى شكله ايه. طيب ايه رأيك اعمله لك ريسايز، اعيد الحجم في مكان تاني ولا اغير لك على نفس الكارد؟ جميلة قوي دي، هعمل في مكان تاني ليه؟ عشان لو الشكل اللي عملت له ريسايز ما عجبنيش، انا ما خسرتش الشكل الاولاني وارجع للشكل الاولاني بتاعي اهو. جميل قوي الافكار اللي مديهاني دي، وجميله المقاسات اللي هو بيديهاني، وجميله قوي الاقتراحات اللي هو بيقترحها عليا. طب وانا عايز ارجع للشكل الاولاني اهو، يبقى انا كده غيرت، عملت ريسايز، إعادة حجم في مكان أو تابة جديدة. كده جميل قوي، أنا كده عملت إيه؟ غيرت من السهم ده، غيرت الرينيم بتاع البروجكت بتاعي، اديته اسم جديد، أو كل بروجكت بعد كده هنشئه هديله اسم. أدي حاجة جديدة استفدنا بيها، عرفت إن في حاجة اسمها ريسايز. ده أنا ممكن آخد أي مقاس أنا عايزاه على البروجكت بتاعي واعدل عليه، وكمان ايه مش عليه هو ده، انا ممكن افتحه في تابه جديده واشوف التعديل ده هينفع معايا ولا لا. شوفوا مديك كل الاشكال اللي انت عايزها، بيقول لك اعمل الشكل اللي انت عايزه واختاره. وجميله قوي عجباني فكره ريسايز ان ا نيو تاب، يفتح لك تابه جديده ويديلك الريسايز بتاعها اهو. ادي فكرة جديدة بشكل جديد من الاشكال. تمام. طيب الايمج تولز، فاكرين الايمج تولز اللي اتكلمت عنها قبل كده الاستاذة نهى؟ دي معانا برضو الكويك سيلكت اللي ممكن تخليني اعمل اختيار باداه الكويك سيلكت للصوره بتاعتي واحددها واحذف اي جزء منها. المشكله في التطبيق ان هو بياخد وقت في التحميل، بتبقى عندك افكار كتير عايز تنفذها، بس للاسف الوقت بتاع التحميل هو اللي ايه؟ هو اللي بيخليك ايه
تبطأ من الشغل بتاعك. وزي ما قلنا احنا ممكن نرجع اصلا مش عايزين خالص تحديد، خلاص جو باك، هرجع ومش هكمل التحديد بتاعي. تمام، انا كده حذفتها خالص، اقول له ايه كنترول سات، خلاص انا رجع لي الشكل بتاعي خلاص زي الاول، مش عايز اي تعديل عليه. وهنا طبعا لو ضغطت عليها كده وقلت له عايزة درجة الأوبست بتاعت الصورة، ده أنا ممكن بصه كده أهو أخفيها، يا إما إيه أظهرها، يا إما أخليها واضحة كده بسيط والخلفية اللي وراها إيه ظاهرة. إمكانيات جميلة قوي في التطبيق ده، وحلو إنك تدخل تشتغل عليه وتحاول تطبق وتخليه يديلك الأفكار. بس زي ما قلنا هو مش أذكى منك، اعتمد على ذكائك، على التغذية البصرية، اعتمد على تناسق الألوان اللي في بالك، وافرض انت عليه شخصيتك وألوانك. يقترح عليا مفيش مشكلة، واختار الاقتراح بتاعه لو عجبني، بس أعدل عليه وأوصله للشكل اللي أنا عايزاه. احنا اتكلمنا عن ديزاين والتبليكيت والريسايز والرينيم. طيب حابه اني انوه على حاجه جميله قوي يا شباب، بدايه من انشاء التصميم. زي ما اتكلمنا عن التصميم الجرافيكي واسسه ويعني ايه تصميم جرافيكي، والمفروض كل حاجه بتمشي بنظام واسس، في حاجه جميله قوي ومهمه قوي للمصمم الجرافيكي او اي حد عايز يدخل ينشئ تصميم، التغذيه البصريه. يعني ايه تغذيه بصريه؟ ادخل مواقع كتير، اتفرج، اغذي عيني، اغذي نظري، اغذي ذاكره العين عندي. انا لما اجي اعمل بوست او كارد او بروشور او بيزنس كارد، هتجيني منين الفكره؟ الفكره هتجيني ان انا دخلت اتصفحت جوه مواقع، ادي موقع من المواقع الجميله اللي بحبها زي البنترست مثلا. المواقع الجميله دي بتديني افكار، افكار جميله قوي. مثلا انا جيت قلت له عايزه بوستر، يديني اشكال حلوه. بصوا ايه بغذي عيني بايه؟ شايفين الاشكال؟ شايفين تناسق الالوان؟ شايفين الافكار؟ انا بتفرج على الافكار دي واحاول انفذ زيها، احاول ادمجها، احاول احط التاتش بتاعي كفكره. بس ما اقدرش ابدا من غير ما انا اشوف الاشكال دي قدامي. لازم اعمل تغذيه بصريه، اشوف اكتر من بوستر عشان اكون البوستر بتاعي انا اللي انا هعمله ازاي. وهو بيديك اكتر من فكره، لو دخلت لاي بوستر هيديلك افكار اكتر واكتر واكتر. انا عايز بوستر عن الاكل، عايز بوستر عن الاحذيه، عايز بوستر عن العطور، عن العقارات، اي حاجه هتكتبها هتلاقيها عندك بافكار جديده. مش هقول احنا بنسرق افكار، لا، انت ابدا بدايتك ان انت قلد. انا البوستر ده عجبني، انا عايز اعمل زيه، بس طبعا يبقى فيه الكتابات بتاعتي انا والمنشور بتاع المدرسه. انا كده بدات في فكره، شفت واحد بفكره تانية، انا دمجت الفكرتين مع بعض، حطيت حاجه من هنا هنا بقى ليا اسلوبي الخاص وليا الشكل او نمط الخاص بيا. في نفس الوقت انا ما خدتش حاجه، لا، انا خدت الفكره ودمجتها في دماغي وصممت احلى منها. لازم عينيك تاخد فكره عن الحاجات دي. انا كاتبه لكم ان شاء الله تاسك اليوم عباره عن بيزنس كارد. طيب انا لو حبيت اشوف الكاردز مثلا شكلهم ايه هنا، او اكتب بيزنس كارد، انا عايز اصمم بيزنس كارد. وطبعا اول ما اقول لك عايز اصمم بيزنس كارد، انت طبعا هتجري تشوف يا ترى شكله ايه الكاردز واصممه ازاي. لازم اعرف ان الكارد ليه، البيزنس كارد ليه ايه؟ ليه وش وظهر، ليه شكل في الوش وليه شكل في الظهر اهو. حتى لما بيطلعهم لك هنا او بيظهرهم لك في اي صوره، بصوا كده بيوري لك وشه وظهره اهو. اي بيزنس كارد بيبقى له ايه؟ وش وظهر. طيب احنا نقدر نعمل على الكرييت ديزاين بيزنس كارد؟ اه طبعا. اديك شفت ازاي انا ممكن
ده كان الجزئية بتاعت البوستر اللي أنا عاملاها هنا دي مثلا. إيه أنا ممكن أعمل كارد هنا؟ آه ممكن أعمل كارد. إزاي؟ هجيب لوجو أكون أنا عامله على الإستريتور أو منشئه على أي تطبيق من التطبيقات، وأحطه هنا مكان القطة، ودي هنتكلم عنها إن شاء الله لو ربنا أراد في وقت تاني. وأكتب طبعا الاسم بتاع الشركة بتاعتي بخط كبير، والخلفية هيبقى فيها الحاجات اللي موجودة عندك هنا زي إيه. بصوا كده الخلفية هنا تبقى عبارة عن إيه، فيها المكان والموقع وكيفية التواصل معاك. شوف الكاردز ده، بصوا كده أول صورة بيبقى فيها اللوجو واسم المؤسسة أو الشركة، بعد كده بيديني هنا إيه الاسم أو اللوجو بحجم أصغر، وبيديني كيفية التواصل معاك، أنا هتواصل معاك إزاي، عندك الفيس، عندك تويتر، عندك عندك اي ارقام تليفونات، اي طريقه للتواصل هتحطها على الكارت بتاعك من ورا، كيو ار كود، اي حاجه كده. يبقى عرفت ازاي اصمم شكل البيزنس كارد عندي على التطبيق بتاعي زي ما احنا قلنا كده، زي كده. بس طبعا هستبدل الشكل والخلفيه وديها برند من البراندات الجميله اللي انت حاببها، وعايزه اشوف تاسكس جميله النهارده تكون بتتكلم عن الخلفيه دي. اتمنى يكون يومي خفيف معاكم النهارده، اتمنى ان اكون افدتكم بحاجه بسيطه تفيدكم في التطبيق ده. استمتعوا بالتطبيق، ادخلوا فيه كتير، شوفوا تحديثاته وجربوا كل الادوات اللي فيه، وانا متاكده انكم هتبدعوا اكتر واكتر بعون الله. شكرا لكم، واتمنى يكون يوم خفيف عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حقيقي محاضره جميله جدا يا مس سلوى، بارك الله فيك وجزيتي خيرا. استمتعنا جدا النهارده بتطبيقات شيقه جدا، ربنا يبارك لك. اتمنى الجميع يكون استفاد، ويعني نشوف منكم تطبيقات جميله جدا على سواء على جروبات الواتساب او على الفورم. فانا شفت التطبيقات بتاعتكم قد ايه جميله جدا، اتمنى لكم كل التوفيق، ومنتظره تطبيقات تاني جديده وافكار جديده، افكار ابداعيه، وبتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذه نهى بعد اذنك نزلي اولا الفورم بتاع الطلاب، ثانيا بعد اذنك برضو ابعتي لي الكود هنا على الكيو اند اي علشان ادخل احصل لهم على الشهاده بتاعت اليوم. تمام حاضر. كالعادة يا جماعة بيبقى لنا كل يوم فورم علشان نرفع عليه التاسك بتاعنا، وزي ما قلنا التاسك بتاع اليوم النهاردة عايزين بيزنس كارد لأي براند عالمي انت حابب انك تنشئ له الكاردز بتاعته. وطبعا زي ما تعودنا في عندنا كود هتبعتولي دلوقتي الأستاذة نهى، هنحمل بيه الشهادة بتاعتنا لليوم الرابع. يا ريت الناس اللي بتسأل على تحميل الشهادة، احنا كل يوم بنحمل الشهادة وبوريكم ازاي تحملوها. ده كده لينك الفورم بتاعنا. تمام، ابعتي لي حضرتك الكود هنبعت. حاضر. انا تقريبا خلاص حصلت على الكود، انا هرجع اشير لكم يا جماعة تاني سريعا كده اهو. حضراتكم كالعادة بندخل على السوهاج تيم الموقع بتاعنا، تمام، واللي ما سجلش فيه قبل كده يسجل، ياريت يكون الاسم ثلاثي او رباعي انجلش، واللي سجل فيه يدخل كالعادة ويضغط على شهاداتي. الكود اللي هتبعته لكم استاذة نهى دلوقتي، انا عاملة تسجيل دخول قبل كده عشان كده هدخل ساين ان،
واضغط على شهاداتي، شهاداتي، ومنها اكتب الكود واقول له الحصول على الشهاده. كالعاده بيحملها لي بصيغه البي دي اف، اهي نزلت، هلاقيها عندي في الداونلود، هلاقي الشهاده بتاعتي لليوم الرابع. وطبعا انتوا عارفين كالعاده تحملوها من على سطح المكتب، واتمنى كل يوم نحصل على شهاده جديده، واتمنى ان شاء الله اننا نستفاد تستفادوا معانا بالمبادره الجميله دي، ونلقاكم على خير بعون الله غدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.